في شهر مايو من عام 1991 ارتدى الرائد السوفيتي سيرجي كراكيليف بدلته الفضائية واستقل الصاروخ الذي أوصله لمحطة مير الفضائية على ارتفاع 390 كيلو مترا. كان يبدو كل شيء مثاليا بالنسبة لكريكاليف، فلا حدود جديدة رسمت على الكوكب ولا خطوط مستحدثة قسمت، لكن الحقيقة أن وطنه الاتحاد السوفيتي الذي أرسله للفضاء لم يعد موجودا، وبات 15 دولة. حين اقتحمت الدبابات الميدان الأحمر بموسكو فجر 19 من أغسطس 1991 ليبدأ الانقلاب على رئيس الاتحاد السوفيتي ميخائيل غورباتشوف، ثم إعلان تفكيك الاتحاد السوفيتي في ديسمبر 1991 لتصبح رحلة سيرجي إلى الفضاء كابوسا مع رد اعتاد سماعه من الأرض: ابقى بالفضاء، لا أموال لإعادتك، الدولة التي أرسلتك لم تعد موجودة. رحلة سيرجي المخططة إلى مير كانت 5 أشهر. رائد الفضاء اللذان كان برفقته على متن مير البريطانية هيلين شارمان وصديقه أناتولي أرتسبراسكي عادا إلى الأرض. سيرجي بقي وحيدا شهرا بعد شهر، يهتم بمحطته مير تارة ويختلس النظر إلى كوكب الأرض أحيانا. الفصول الأربع تتوزع على جنبات الأرض، أناس ينامون في عتمة هذا النصف وآخرون يستفيقون على قسم آخر منير، لكن شيئا لم يتغير بسجن سيرجي الذي بدا أبديا في الفضاء. رغم أنه كان رائدا مبهرا بنهاية العقد الثاني من عمره، صعد إلى الفضاء قبل هذه المرة عدة مرات، إلا أن عضلاته بدأت بالضمور وتزايد خطر إصابته بالسرطان وتعرضه للإشعاعات. حل العام الجديد 1992 وما زال سيرجي يدور حول الأرض، لكنه آخر ما يهم الآن. فالدولة الجديدة روسيا بدأت ببيع مقاعدها الفضائية لترمم اقتصادها. النمسا اشترت مقعدا ب7 ملايين دولار، واشترت اليابان رحلة لمذيع تلفازي إلى الفضاء ب12 مليونا، لكن ولا رحلة تبرعت لتعيد سيرجي رائد الفضاء المنسي. أواخر مارس تلقى سيرجي بعد 10 شهور من وجوده في الفضاء خبرا سعيدا من ألمانيا التي رق لها حال الرائد سجين الفضاء. برلين تكفلت بدفع 24 مليون دولار لإعادة سيرجي وإرسال رائد مكانه. بعد أكثر من 300 يوم بالفضاء هبط سيرجي على الأرض. كان لا يقوى على المشي أو الحركة، وبيده على مدولة لم تعد موجودة، وبذلك أطلق على سيرجي لقب آخر مواطن سوفيتي بعد أن صعد للفضاء سوفيتيا وعاد روسيا بفضل ألمانيا. دولته الجديدة روسيا التي رفضت إرجاعه منحته وسام البطولة قبل أن يعود للعمل فيها كمواطن صالح في محطة الفضاء الروسية. وأنت برأيك هل كانت روسيا ستترك سيرجي يموت لولا الألمان؟